السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في موضوع جديد من مواضيع حياتي في سويسرا. اليوم نحن في منطقة بيل وراح نعملنا فرصة لك بحث عن أماكن الجميلة واللي بتشوفوا جميلة احنا عرفتون يا وانتو وحظكم شو بنلاقي رح نصور بعرضكم إن شاء الله. هي أمام بانوف بيل. المرة السابقة اجيت على فيلا صور وقال الكريم خود مطر ما صورنا. هاي المرة اجينا وصار تلج بس في اصرار نصل لنقطة ما بهالجبل هاد في وادي وفي شلال في مي حلوة بدنا نروح نتفرج عليهم ونصورهم. ما راح نتراجع لو صار تلج. بعد ما دخلنا لهون بدنا بالكاب في اطلاله جميله وفي عمل بس اتاري في معمل صيانه او عم يسوي شيء للحرش ما خلونا نكفي تصوير فرجعونا. حاطين باب هو بس احنا في مطرح نفوت خفنا من هون دبرنا حالنا فكرنا بس السيارات اتاري الجميع هروب. وهاي كمان صخره جميله فيها كانه اوكار. يا ريت لو تقرب على الاوكر صورنا الاوكر. هاي بطريقنا المنطقة اللي رايحين عليها ما بنعرفها، رايحين نستكشف. يعني هذا المقطع كان بده الطائر الدرون منشان تصور لكم المنظر كامل مع القناطر اللي انا واقف تحت منهم. انا واقف على مكان مثل ملاحظين جرف وتحت طريق اشتراد هذا قنطرة وفي جسر فوق منه. هلا احنا بوادي تقريبا بس بدها طائرة والطائرة ما بتساعدها لأنه في ثلج عم يتساقط أو مطر على الخفيف. فإن شاء الله بنعمل جاية تاني إن شاء الله لهون بالصيف يكون المنظر أحلى بس هذا اللي قدرنا نحصلكم إياه. سبحان الله في هدوء في هالجبل هون هيك الأوكار سبحان الله. هون من أجل استغلال مياه النهر اخذين فرع من المنطقة العليا من النهر. مثل ما ملاحظين النهر فوق النهر العلوي بيستفيدوا منه لقدام شوي بالري والزراعة. علم الانسان ما لم يعلم او كون الانسان شغل مخه بالاتجاه الصحيح. وهذا هون الفكر يا انسان لو اطلقته. كمان مستغلين المي لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة يعني خطيرة. يعني بوادي نحن بوادي بس مكان كثير جميل ومن صوت المي يعني ما عم نحكي مع بعضنا. مكان هادئ وجميل بس مخيف لانه بهالمنطقة هاي هاتي الكاميرا لهون. هذا جلف صخري فوق لفوق وفي كمان استراد وسكر قطاع كمان. سبحان الله هاي في قطعة قدام شوي له نحاول نصورها كمان. حاولنا نتقدم اكثر من هيك ولكن باب مغلق بناء خاص طريق باصة فيه بدنا نقطع على الجهة الثانية وهذا الشيء بيكلفنا ساعة ونص مسير مع المياه وهذا الشيء صعب علينا والجو ما عم يساعدنا. شوي مطر شوي ثلج ولكن هذا اللي حصلت عليه أفضل شيء. أتمنى يكون نال إعجابكم. حطوا لنا لايك على الروح أمواتكم بالصلاة على سيدنا محمد. إذا بيستاهل تعبنا لايك حطوا لنا لايك وما بتحطوا لنا الله يسامحكم. من هون لبث آخر موضوع جديد أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.